السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه العروض التخفيضيه ديال بيم. بقاو معنا في اخر فيديو باذن الله، غادي نكتشفوا الجهه فين جا هذا المتجر اللي كيحتوي على التخفيضات المناسبه. ونبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الى عجبكم المحتوى فضلا وليس امرا ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك، بزيدو شجعونا على اعطاء المزيد. العروض ديالنا ديال اليوم غادي تبدا كيف ما قلنا من 25 ابريل وغادي تنتهي الى غايه 5 ماي 2024، وعلى بركه الله غادي نبداو بهاد التخفيضات اللي كتوصل النسبه ديالها حتى ل 30%. جاتنا على واحد المجموعه ديال الدواجن واللحوم، وهذه هي اللحوم المعنيه بهاد التخفيض كيف ما قلنا اللي كيوصل حتى ل 30%. ودابا غادي ندوزو لهاد مسحوق ديال الغساله اللي جانا فيه 6 كيلوغرام من بيلماتيك، غادي نلقاوه بالثمن ديال 74.90 درهم اللي هي 15%، من قبل كان ب 16%. الزيت ديال الراويه، هاد زيت المائده، القاروره في اولا البيدو فيه 8 لتر، غنلقاوه ب 127 درهم اللي هي 2560 ريال. ايضا كاين واحد لباس داخلي للرجال وللنساء اللي هما غادي نلقاهم بالثمن ديال 24.90 درهم اللي هي 500 ريال. الفرق هو ان هذا اللباس الداخلي للنساء جا فيه 3 ديال الالوينات. ايضا كاين واحد بذور اليقطين مملحه ومحمصه، ساشي فيه 180 غرام غنلقاو بالثمن ديال 20.90 درهم اللي هي 420 ريال، من قبل كان ب 24.50 درهم. فول سوداني 180 غرام في هاد الساشي غنلقاوه بالثمن ديال 11.90 درهم اللي هي 240 ريال. خليط ديال الفواكه مجففة اولا ميلونج دو فروي سيك غنلقاوه بالثمن ديال 28.90 درهم للساشي اللي فيه 180 غرام، من قبل كان ب 660. فستق مملح ومحمص 180 غرام غنلقاوه ب 39.90 درهم اللي هي 600 ريال، من قبل كان ب 700. ايضا كاين هاد المعجنات اللي فيها 500 غرام، جاتنا ب 4 ديال الاشكال مختلفة، غنلقاوها ب 6.90 درهم اللي هي 140 ريال، من قبل كانت ب 160. معنا ايضا هاد حليب مجفف، حليب كامل معقم يو اش تي من لا مارك دوست 500 مليلات، غنلقاوها ب 5.30 درهم، واللي فيه لتر غنلقاوه ب 10 ديال الدراهم. كاين ايضا ماء ديال جافيل، القارورة فيها 2 لتر ونصف، جاتنا ب 3 ديال الروائح مختلفة من بيلدال، غنلقاوها ب 8.90 درهم اللي هي 160 ريال. وكاين القاروره اللي دايره 7.50 درهم اللي هي 150 ريال. دائما مع عروض بيم. الان هاد معجون منظف او لابات لافونت من ديستو، فيها 1 كيلوغرام هاد العلبه، غنلقاوها بثمن ديال 9.50 درهم اللي هي 190 ريال، من قبل كانت ب 240. ايضا كاين هاد معجون الاسنان اللي غنلقاوه ب 6.90 درهم اللي هي 140 ريال. معجون اسنان اخر اللي تيوب فيه 125 مليلات، غنلقاوه ب 9.90 درهم اللي هي 10 ديال الدراهم. كاين ايضا هذا المشروب الغازي جانا بنكهات مختلفه، غادي نلقاوه بالثمن ديال 7.90 درهم اللي هي 160 ريال، والقاروره فيها 2 ديال الليترويات. ايضا كاين هذا الشاي الاخضر من العز، فيها 500 غرام، القهوه بثمن ديال 27.90 درهم اللي هي 560 ريال، من قبل كانت ب 600. الشاي اخضر هذا ديال شعره غادي نلقاوه ب 12.90 درهم اللي هي 260 ريال، وفيها 200 غرام، من قبل كانت ب 320 ريال. ايضا كاين هذا العسل ديال الازهار من الرحيق، 850 غرام في هذه العلبه، غادي نلقاوها بثمن ديال 1200، من قبل كانت 1260. شوكولاته اللي الدهن من ساي لاي، فيها 900 غرام في هذه العلبه، القوها ب 700 ريال، يعني 690 ريال، من قبل كانت ب 834.50 درهم هي الان دايره. هذا الكسكس ديال ازمان 1 كيلوغرام، وجانا بجوج ديال القياسات، الرقيق والمتوسط، غنلقاوه بالثمن ديال 10 ديال الدراهم، من قبل كان ب 240.
زهري مستمرين. ايضا كاين هاد دقيق القمح الصلب من 2000 من مطمورة 5 كيلوغرام، غنلقاوها بثمن ديال 39 درهم و90، اللي هي 800 ريال، من قبل كانت ب920. دقيق كامل 5 كيلوغرام في هاد الساشي من دائما من مطمورة كيف ما قلنا 5 كيلوغرام، غادي نلقاوها بثمن ديال 800 ريال، من قبل كانت ب850 ريال. ولو وصلتوا معنا حتى لهنا من الفيديو، الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك باش تشجعونا على اعطائه المزيد. ونكملوا على بركة الله. ايضا بهذا الدقيق ممتاز من القمح الطري 10 كيلوغرام من المطمورة، وهذا هي الشكل ديال لومبالاج ديالو، غادي نلقاوه بالثمن ديال 34 درهم و90، اللي هي 700 ريال، من قبل كان ب 38 درهم فاصلة 90. دابا غادي ندوزو باش نكتشفوا الجهة فين جات هاد العروض المتميزة ديال بيم. كيف ما كنلاحظوا هذا هو العنوان بي دي الحمشي الفيلالي عين شوك كازابلانكا، يعني هو بمدينة الدار البيضاء عين شوك. وكيف ما كنلاحظوا هاد العروض هي غادي تستمر الى غايه 5 ماي 2024. هكا غادي نكونوا وصلنا نهايه العرض ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم المحتوى فضلا وليس امرا، ما تنساوش ديروا لنا لايك باش تشجعونا على اعطاء المزيد، والى عرض قادم باذن الله.